نتحول الآن إلى المؤتمر الصحفي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصربي ألكسندر فوجيتش في القاهرة. الزيارة هي الأولى من نوعها منذ 15 عاما، بما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز الصداقة التاريخية بين بلدينا الممتدة منذ بدء علاقاتهما الدبلوماسية عام 1908، والتعاون الممتد في الأطر متعددة الأطراف من خلال دورهما البارز في تأسيس حركة عدم الانحياز. وأؤكد لكم فخامة الرئيس أن مصر تثمن التقاليد الثرية والتاريخ العريق لشعب صربيا، ونتطلع إلى مشاركة تجاربنا المختلفة وتبادل الخبرات لصالح تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. السيدات والسادة الحضور، إن المباحثات التي أجريتها اليوم مع فخامة الرئيس تؤكد تطلعنا المشترك لاستمرار البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في عقاب زيارته إلى بلدكم الصديق في عام 2022، حيث عكست الحفاوة التي حظيت بها من فخامتكم والطفرة التي شهدتها وتيرة التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية في أعقابها، وجود إيمان مشترك بأهمية وضع أساس راسخ لتنمية العلاقات الشاملة بين مصر وصربيا. كما اتفقنا خلال مباحثاتنا اليوم على أهمية الالتزام بتعزيز العلاقات طويلة الأمد في جميع المجالات، وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم، لا سيما اتفاقية التجارة الحرة التي ستساهم في دفع معدلات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بشكل كبير، إضافة إلى أهمية الانعقاد الدوري لآليات التعاون الثنائي وعلى رأسها لجنة المشاورات السياسية واللجنة المصرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بما يسفر عن دفع وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، لا سيما في قطاعات الاستثمار والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. السيدات والسادة، على الصعيد الدولي تناولت المباحثات تبادل الرؤى بشأن مختلف القضايا المطروحة دوليا وإقليميا وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية، حيث أكدنا ضرورة تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن، كما تناولنا تطورات الأوضاع في كل من السودان وليبيا، إضافة إلى الأزمة الراهنة في قطاع غزة، حيث أكدت الموقف المصري القائم على حتمية تحقيق وقف إطلاق النار فوري وشامل في أقرب وقت ممكن، ورفض مصر القاطع للتهجير بجميع صوره ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وضرورة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين، ورفض مصر لتوظيف معبر رفح البري ليكون بمثابة أداة لإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. كما تطرقنا إلى تطورات الأوضاع في منطقة غرب البلقان، حيث أكدنا أهمية الدور الصربي في إرساء الاستقرار وتعزيز التعاون بهذه المنطقة في ظل دور صربيا البارز لتفعيل مبادرة البلقان المفتوح، بما يعزز من فرص التقارب بين دول منطقة غرب البلقان ويرسخ لقواعد الاستقرار الإقليمي. فخامة الرئيس، ختاما أود أن أعرب مجددا عن سعادتي باستقبالكم في بلادنا، وتمنيا لفخامتكم ووفدكم المرافق إقامة طيبة في بلدكم الثاني مصر، وتطلع إلى أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق بين مصر وصربيا، بما يساهم في تعميق علاقات التعاون وتوديد أواصر الصداقة الممتدة التي تجمع شعبينا وبلدينا. شكرا جزيلا، وأدعوكم فخامة الرئيس للتفضل بإلقاء كلمتكم. سيدي الرئيس، فخامة الرئيس السيسي، صديقي العزيز، أود أن أشكر معاليك على حسن الضيافة الذي أظهرتموه لنا، لأننا فعلا نستشعر وكأن مصر والقاهرة هي وطننا الثاني. أود أن أتوجه بالشكر لفخامتك على الجهود المبذولة منذ زيارتكم في عام 2022، وقد وقعنا اليوم عدة اتفاقيات في غاية الأهمية، وخاصة اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين. وقعنا على كثير من الاتفاقيات الأخرى التي تهم البلدين، ولن
تسهم في توثيق أواصر التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي بين دولتين. أنا مقتنع أننا سوف نتمكن من فعل الكثير في المستقبل أكثر بكثير مما تم في الماضي، وبالطبع ذلك بفضل فخامتكم ورؤيتكم والدور البارز الذي تلعبونه. نحن أيضا اتفقنا A onda vidim da je to čudo kada nas dvojica moramo da ponovimo. Nas dvojica smo obojica izrazili želju da bude mir u svetu. Nekada bi to bilo glupo reći, a danas je to redkost i gotovo zabranjeno da se kaže. لأن اليوم في عالمنا اليوم هناك الكثير من البلدان للأسف التي لا تدعو إلى السلم بل تدعو إلى العكس منه. ومن ثم فقد تطرقنا كما ذكرت فخامتكم إلى الكثير من القضايا الدولية ومن ضمنها موضوع الأزمة الأوكرانية والعديد من المسائل الأخرى التي نتشارك الرؤى فيها ونتشارك الآراء. تناقشنا أيضا في الكثير من الأمور الجيوسياسية الأخرى وسبل التعاون في المجالات الفنية والزراعية والعسكرية وغيرها. سوف يكون لدينا تدريبات مشتركة بين القوات المسلحة للدولتين والقوات الخاصة في الدولتين. أيضا أعتقد أننا سوف يكون لدينا كثير من زيارات المستثمرين من الصرب إلى مصر، ونرحب بالطبع بالمستثمرين المصريين في صربيا، وبالطبع كل ذلك تعضده اتفاقيات التعاون التي وقعناها اليوم والتي سوف تأتي بالكثير من الخيرات للشعبين. وبالطبع كل ذلك يهم بلدينا، وبالنسبة للعلاقات السياسية بين الدولتين فإننا في حالة تشاور مستمرة ونلتقي في المنتديات الدولية ونتفق على أننا لدينا كثير من المصالح المشتركة. مرة أخرى أود أن أشكركم على حسن الضيافة، وفي الليلة الماضية تناقشت مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن الكثير من المسائل ذات الاهتمام المشترك. أيضا غدا سوف ألتقي بالكثير من الوزراء في جامعة الدول العربية، ولكنني الآن أود أن أخبر فخامتكم بشيء ما. أنا في الواقع معجب للغاية بالطريقة التي تدير فخامتكم بها البلاد في ظل المناخ المحيط بكم. يوجد لديكم النزاع في السودان والأوضاع في ليبيا، ويوجد لدينا بالطبع المشاكل في قناة السويس مع وجود الحوثيين، وتوجد لدينا الأزمة في غزة، ولديكم حوالي 9 مليون لاجئ في مصر. وبالطبع أنتم بالرغم من كل ذلك تستمرون في البناء، واستمريتم في بناء عاصمة جديدة، واستمررتم في التنمية في الساحل الشمالي لمصر وعلى ضفاف البحر الأحمر أيضا. وأنا أود أن أهنئ فخامتكم على ذلك الأمر، وأنا قد حالفني الحظ حقا لأتعلم الكثير من فخامتكم، ورأيت الكثير من الأمور من منظور مختلف، وأود أن أشكركم مرة أخرى على كرم الضيافة، ودائما تأكدوا أنكم لديكم صديق ممثل في جمهورية صربيا. نحن نرحب بزيارتكم على المستوى الرئاسي أو الوزاري لدينا، وأعتقد أنا أود أن تقبل فخامتكم دعوتي لزيارة صربيا مرة أخرى لتحيا الصداقة بين الدولتين. شكراً.